نجاح جامعة سوبر ستار راغب عليمي مع طلاب الجامعة العربية اليوم ببيروت. راغب قديه هالقصة هيك اليوم بوجوه الطلاب شفتها، قديه شفتها بوجوه كل حدا عم بيقول لك بحبك، عم بيقول لك بدي اتصور معك؟ يعني هيدي بقدر كثير هالشغلة أنا، وبكون سعيد لما زيد لمحة سعادة على هالشباب يلي أنا يوما ما كنت قاعد مثلهم على مقاعد الدراسة، وكنت أحلم بالأشخاص الناجحين بالفنانين الناجحين. فأنا أعطيتهم من خبرتي، حكيتهم بكل شفافية وبكل حب، وبتمنى لهم كل التوفيق، وقلت لهم عن خبرتي بالحياة. قلت لهم أنتوا حبايب ضحكاتي؟ أنتوا حبايب ضحكاتي، الأغنية الجديدة أنت حبيب ضحكاتي، برافو عليك. خبرني زياد برجي أنه من أجمل أغاني المعقول هيك، قال لي ما بضيف أنا شيء لراغب أبدا لأنه راغب فنان كبير، ولكن بحس أنه غنية رح هيك تكون حلوة بمسيرته. زياد روحه حلوة والأغنية جميلة بإذن الله. أنا ما بحب أحكي كثير عن الأغاني قبل، بس بقول أغنية حبيب ضحكاتي حتكون من الأغاني الجميلة والفرحة والسعيدة، ويلي يلي يلي بده يسمع غنية يكون فرح ومبسوط، بده يسمعها ويرقص عليها ويحب عليها ويشتاق عليها. شو بدك تقول لأبو وديع وشو بدك تقول لأستاذ سيمو؟ بقول لأبو وديع جورج وصوف، جو الفني ناقص بغيابك، والحمد لله على السلامة رجعت والناس شافوه. هلا بدنا منك حركات فنية، بدنا حفلات بإذن الله، لأنه أبو وديع حالي، وحقيقة نحن بغيابه لما كان مريض يعني الله شفاه الحمد لله. هلأ كنا نشعر نحن بغياب عمود مهم من العواميد الفنية، أو ركن أساسي من حتى ما نقول عمود، ركن أساسي فني، روح الحلوة، صوته الجميل، أدائه المميز، وشخصيته المحببة. فالحمد لله على سلامته. وبقول للأستاذ سمين سيمو أسمر، الحمد لله على حريتك، أغلى شيء بالحياة هي الصحة والحرية. اليوم رجعت بين أهلك، وإن شاء الله الفترة هيدي اللي مرقت تكون هي فترة تأمل لك، لتعطينا الكثير يا من قدمت الكثير للبنان. ألبوم أيمتى؟ ألبوم بعتقد بعيد الفطر. رح تحضر عرب ايدل السنة او لا؟ اذا قاعد بالبيت بحضره اكيد، اذا يعني حسب يعني ما عندي البرنامج بحبه. منو كابوس منو كوابيس؟ لا البرنامج لا بنمزح لحنا.